طبعا الاحجام المعتاده في الفتره الصباحيه عندنا في البدايه بناكد على ان الحاله الجويه مستقره الحمد لله، ما عندناش الحمد لله اختلاط بشبوره او امطار ممكن تؤثر على حركه المرور، اتمنى طبعا السلامه للجميع. يا رب. عندنا الاحجام المعتاده على الطريق الدائري، احجام حركه اعلى من المتوسطه في منطقه اعلى الاستيراد القادم من الجيزه والمتجه للقاهره الجديده. ايضا عندنا ما زالت احجام حركه مرتفعه قادمه من اعلى الزراعي والمتجه للسلام، رحلات المرور القادمه من الاقاليم اتجاه القاهره. عندنا محور 26 يوليو بدا يشهد ايضا تزايد في معدلات الحركه القادم من مدينه اكتوبر والمتجه لميدان لبنان. طبعا الاحجام المعتاده في الفتره الصباحيه، وبناكد دايما في الفتره الصباحيه استخدام البدايل سواء محور روض الفار الجديد او محور الواحات ومنهم الى الدائري. الاتجاه الاخر من المحور المتجه لمدينه اكتوبر سيولة مرورية تمام ما بيسمحش بتغيير مسارات عليه. ناكد فقط ان طبعا وزاره الداخليه من يوم السبت ان شاء الله هيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري وايضا داخل القاهره. ده طبعا القرار يساعد في تقليل الحركه احجام الحركه اللي موجوده على الطريق الدائري. السيارات المقصوده بالحظر هي السيارات الاعلى حمولتها من اعلى من 4 طن، وساعه الحظر هتبقى من الساعه 6 صباحا حتى الساعه 12 منتصف الليل. طبعا تم وزاره الداخليه عززت الخدمات بشكل كبير جدا على طريق الدائري الاقليمي من خدمات مروريه وامنيه لتحقيق الامان على الطريق الدائري، طبعا استخدامه كبديل هيكون جيد جدا لسيارات النقل حركه المرور عليه ما بين الطرق الرئيسيه المختلفه وايضا المحافظات المختلفه. وزاره الداخليه بتهيب بجميع قائدي سيارات النقل ومالكيها بطبعا تنفيذ القرار والالتزام به. كافه المكلفين يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم ان شاء الله من يوم السبت هيتم التنفيذ، وبنتابع مع حضراتكم مع تنفيذ القرار وطبعا بنتابع اثاره على حركه المرور داخل القاهره وعلى طريق الدائري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله وقرار موفق باذن الله. شكرا جزيلا سياده الرائد محمد الشربيني من الاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا يا فندم.